كم مرة عشت قصة حب؟ كنت بحب على نفسي لما كنت في المراهقة، يعني حب على نفسي، وأكتر الوقت ما عرفش ليه حب من طرف واحد، متفهمي ليه؟ أنت تحب من طرف واحد؟ عارفة ليه؟ كنت أخاف أقرب فأكتشف إنه حد بتاع، فعايزة يفضل في خيالي. وبعدين كنت غاوية أكتب شعر، فعايزة أعيش الحالة. مش بقول لك ما في قصص بسن ما لحقتش والله، ما لحقت يا رغدة، لأنه على طول حبيت اتجوزت بدري وخلفت بسرعة بدري، ومع الشغل مع العمل العام الحياة سرقت الواحد كده. ما رجعتي فكرت بالارتباط رغدة؟ لا. ليه؟ حلوة تعيشي كمان لحالك؟ يعني أنا جاوبت على ده قبل كده. لا أكيد مش حلو، بتعوزي وقتها، في وقت من الأوقات تعوزي ونس، بس يكون معك شريك. لا بس يبقى شريك يستحق. ادي فرصة لحد، ما حتى أنت الفرص مديتيهم لحد. لا ما اديش فرصة لحد. أمال حتعرف إزاي إذا كان يستحق أو لا؟ نجرب نبقى نشوف لما يعدي حد يستاهل. عندي هنا قرون استشعار، رادار، يجيب الشخص من آخره. هو هلأ عم يشتغلوا قبل ما اشتغلوش الرادار؟ واشتغل قبل كده. عشان كده شوفي، هو أنا ما حبيتش يعني أدخل راجل غريب في بيت أو في أولادي. الحقيقة حبيتهم إنهم يعني يطلعوا، وأنا وأبو الولاد صحاب جدا، بيجي ويبات عندنا في البيت، وربنا يحميه ويخليه يا عبد الله يا ابن بوسينة زي ما بقوله، بدعيله دايما، ده أبو ولادي يعني. علاقتنا كانت كويسة، ويعني ما فكرتش، ما يعني ما قلقت على ولادي. فضلت طبعا مصلحتهم فوق مصلحتك، يعني خوفك عليهم. أكيد أكيد أكيد. طيب ممكن يعني اليوم يرجع تعيش قصة حب؟ انت شايفة ايه؟ ممكن؟ انت شايفة ايه؟ ايه ليش لا؟ وانا مش بشر. وقمر لا سيبك من القمر، وحلوة وناشطة. لا 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 بلاش منها، متكلمة. لا ده موضوع تاني، هما مش عايزين متكلمين. الرجالة مش عايزين كده؟ طب هتعمل ايه مع عالك يعني؟ ازاي اذا كل الرجالة محبوش متكلمين؟ هتعمل ايه؟ لازم يبقى دماغ، لازم يبقى حد واثق من نفسه.